مفيش اصلاح اراضي جديده الا باسمده الكمبوست. واسمده الكمبوست هي مخلفات زراعيه او حيوانيه. عندنا مساحات كبيره في مشروع 1.5 مليون فدان اراضي صحراويه. عندنا مساحات كبيره في مشروع مستقبل مصر. عندنا مساحات هائله بيجري اصلاحها حاليا على مستوى الجمهوريه. ولا يجوز اصلاحها الا باسمده الكمبوست العضويه لتخصيب التربه. طب نجيبها منين ونعرف جودتها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في لقائنا مع الخبير المهندس هاني وديع. خليكم معنا. ده المهندس هاني وديع، خبير نظم الري الحديث ورئيس شركة شيرة لمهمات الري. دلوقتي هنروح معاه في منطقة طنبول بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي عشان نشوف واحد من أهم مشروعاته الزراعية المتخصصة في إنتاج الكمبوست الزراعي أو السماد العضوي من تدوير المخلفات الحيوانية وتخميرها. هناك بينتج الكمبوست الزراعي بأفضل المعايير وبأعلى جودة، وطبعا معروف أن أسمدة الكمبوست من أساسيات استصلاح الأراضي الصحراوية عشان بيعمل تماسك للتربة ويرفع نسبة عناصرها الغذائية وبيزود قدرتها على الاحتفاظ بالمية. من هنا كنا لازم نزور المشروع عشان نعرف ازاي نختار كومبوست منتج بشكل سليم وآمن. دلوقتي هنقابل المهندس هاني وديع عشان نعرف ازاي ممكن نختار الكومبوست الأراضينا ويكون آمن على التربة والمياه والنبات والإنسان. مهندس هاني، كل ما نعدي على مزرعه عاملين كومتين يقول لك ده احنا بنت الكومبوست. ازاي انا كمزارع افرق ما بين الكومبوست السليم والكومبوست المغشوش؟ انا يعني طبعا احنا في السوق بتاع الكومبوست، يعني يمكن احنا وواحد تاني بس اللي ابتدينا في التسعينات مشروع الكومبوست. ولما ابتديناه كان الحمد لله احنا بالذات كنا جايبين خبرات من بره بتورينا ازاي ان احنا نشتغل. فكان اهم حاجة يعلموها لنا انه لو انت ابتديت بخامة جيدة هتنتهي بكمبوست جيد، لان احنا مش بنخترع، احنا مجرد بنوفر البيئة المناسبة لتحلل السماد بتاعي وتنمية البكتيريا النافعة اللي اقدر انقلها لمزرعة صحراوية او لاي زراعة. فاهم حاجة الخامة، وبالتالي انا بنصح اي بني ادم بيشتري كومبوست ان هو يزور المصنع قبل ما يعني لو حد قال له جاله مندوب وقال له احنا بنبيع كومبوست يقول له طب انا عايز اجي اتفرج على المصنع، ويروح المصنع ده عشان خاطر يتفرج على الخامة اللي بتبتدي بيها عملية التصنيع. في ناس كتير في النص ابتدت تلجأ ان هي تقول لك لا يا عم، لان طبعا توفر احنا ريتش ده عبارة عن كومبوست من مخلفات حيوانية، وطبعا المخلفات الحيوانية هي اغنى محتوى من البكتيري والمادة العضوية، ولكن طبعا مكلف جدا. فهو علشان خاطر التكلفة دي يقللوها ابتدوا يلجأوا ان هم ياخدوا مخلفات نباتية ويبتدوا يخلطوها بالطمية، وبالتالي دي بتخلي العملية بتاعت انتاج الكمبوست اصبح مش كمبوست، اصبح عملية غش بطريقة سهلة جدا. تشفوا ازاي؟ هي المشكلة انه بعد ما يتم عملية الخلط العميل بيبقى مش عارف، ولكن اكتر حاجة بتكشف لك ان كان ده بيغش او ما بيغشش اول ما تسمعه بيقول لك بالطن. احنا الكمبوست اللي حضرتك شايفه ده بنبيعه بالمتر مكعب، لان هو الوحدة الحقيقية للاسمدة العضوية هي المتر مكعب، وبالتالي اول ما يقول لك طن تأكد ان هو فتح الباب ان هو يغش، يا اما ان هو بيضيف نسبة مية، يا اما بيضيف طمية، يا اما يضيف رملة، اي حاجة من الحاجات دي هتساعده في انه وزن زيادة وزن، وبالتالي هو بيبيع حاجة غير مفيدة لصاحب المزرعة
ممكن تضره مش تفيده كمان، يا ريتها مجرد بس اختبارات معينه تتعمل على الاسمده الكومبوست. للاسف هو الناس كلها بتلجا للتحليل، التحليل بيوري لك عناصر غذائيه ويوري لك ماده عضويه، وده الكلام ده موجود حتى في الطميه، ما حدش هيقدر يقول لك ويفرق لك غير انك انت تروح بنفسك وتشوف، او انك تلجا لحد انت تثق فيه وواثق في انه هو ما بيغشش، لانه للاسف شديد انه سهل جدا اجيب طميه مع وبنفس اللون زي ما انت شايف هو اللون، بس طبعا احنا اللون عندنا بيفرق جدا، لانه مجرد ما بتشوف اللون عامل زي اللون البيتموس ده اللون الحقيقي بتاع الكمبوست، وخفة الوزن بتاعته برضو هي دي اللي تشكل نقطة فيصلية في موضوع الكمبوست ان هو يكون اصلي او ان هو مجرد مخشوش وجواه طن وحاجات زي كده. فأهم حاجة انك انت تشوف مصدر الخامة اللي بيشتغل بيها هي ايه، ثم اجراءات التصنيع لوحديها. خلي بال حضرتك الناس فاكرة ان الكمبوست ده مجرد مادة اخد منها عناصر غذائية، وده مفهوم خاطئ تماما. الكمبوست هو مصدر رئيسي للبكتيريا النافعة للنبات بتاعي. انا عندي جذور النباتات في الارض الرملية مش هتقدر تمص العناصر غير لما يكون المحتوى البكتيري ده حوالين جذر النبات كافي، وبكتيريا نافعة وبكتيريا هوائية وبكتيريا والميكروهايزا حاجات كتير، وحاجة اسمها تريخوديرما، كل دي حاجات ما بتبانش في التحاليل اللي الناس كلها بتاخدها وتقعد يعني اي تحليل هيبقى فيه عناصر غذائيه وهيبقى فيه، بس مش هو ده المهم، لان انا لو بدور على عناصر غذائيه بروح خد كيماوي اسهل او ارخص، ولكن الفايده ان انا بوفر بيئه مناسبه لجذر النبات وبالذات الشعيرات الجذريه علشان خاطر تبقى سهل انها تنمو وتديني عائد كبير على النبات بتاعي وعلى الثمر. المهندس هاني وديع اتخرج في كليه الزراعه بجامعه عين شمس سنه 1989 واشتغل في شركه هانتر الامريكيه العملاقه، وطبعا لفت الانظار بشده وبدا عمله الخاص سنه 2008 وفاز بوكاله اكبر شركات امريكيه واوروبيه متخصصه في شبكات الري، وبيمتلك مزارع متميزه في تصدير الفاكهه لاوروبا ومصانع لانتاج الكمبوست الزراعي من اصل حيواني، وكمان بيخطط لانشاء اكبر مصنع في مصر والشرق الاوسط لمعدات الري. تخيل على مشروع 1.5 مليون فدان، ده محتاج مش اقل من 30 مليون طن كمبوست. جاهزين؟ لا طبعا، مصر كلها ما فيهاش للاسف الكم ده من مخلفات حيوانيه، جايز مخلفات نباتيه موجوده، ولكن للاسف المخلفات النباتيه عشان خاطر تتحول لكمبوست صح 100% محتاجه مكن يتكلف ملايين، ومحتاجه وقت كبير عشان يحصل عمليه التحلل، لان الفكره كلها انا لو عندي مخلفات نباتيه زي الشجر محتاج ان انا افرمها لدرجه صغيره عشان خاطر تتحلل، دي محتاجة مكان غالي جدا، وللأسف برضو انه حتى المكان ده بقى موجود، ولكن بقى فيه مصدر تاني اقدر ابيع فيه المخلفات النباتية دي بعد فرمها كبديل للطاقة لمصانع الاسمنت، وبالتالي هي هتبقى اربح بكتير للراجل اللي بيفرم المخلفات النباتية انه يبيعها لمصنع الاسمنت من انه يبيعها ككمبوست. فبالتالي فعلا احنا محتاجين دعم من الدولة، ما ينفعش حد، طبعا هو في كان مشروع قش الرز ده كان برضو بينتج، بس المهم ان يبقى فيه رقابة، بس برضو لازم نراعي ان هو قش الرز محتاج روص بهايم، روص البهايم عشان انقله اجيبه بيور 100% ده عملية صعبة، فالناس بتلجأ لروس بهايم مضطرة بتحتيه بطمي، فبرضو ده بيؤدي في الآخر انه الجودة ما بتبقاش المثلى زي ما بنقول، ولكن ممكن في حاجات كتير ممكن دعم. اللي مطلوب من الدولة ايه؟ دعم الموجود لازم يعني المعدات دي يجيبوها لنا، واحنا ممكن نأجرها نشتغل بيها، ممكن يتعمل عليها مشاريع، يتعمل عليها قروض. المعدات دي يعني المكنة الواحدة، الجهاز الواحد ممكن يكون بيتكلف 400,000 يورو، يعني بنتكلم من غير شحن من غير جمارك دخلنا في 8 مليون جنيه، فأرقام كبيرة جدا عشان خاطر يكون عندي مكن زي ده يقدر يساعدني في إنتاج المخلفات بالطريقه دي، وكمان ان هي تبقى ما تستخدمش كبديل طاقه، فطبعا المكنه لوحديها هي اكبر تكلفه. يعني مطلوب دعم الدوله لمصانع انتاج الكمبوست في مصر بدون ادنى شك. المهندس سعيد العشماوي هو مدير موقع انتاج الكمبوست، خبره كبيره في الصناعه ومحبوب في منطقه طنبول من اصحاب المزارع،
ودايما بيقدم للجميع افضل حلول التسميد. قول لي يا باشمهندس، ايه مميزات التصنيع عندك اللي مخليها الناس كلها مقبله على الشكاره بتاعتك؟ هي في البدايه هو توفيق من عند ربنا في الاول والاخر. احنا هنا بدانا الشغل في المصنع من حوالي من 22 سنه. كنا اوائل الناس اللي بداوا يصنعوا القنبوس او السماد العضوي على مستوى الصحراوي، كنا من اوائله. والسبب اللي احنا نجحنا فيه واستمرينا في النجاح اللي احنا كنا بنهتم بالماده الخام اللي هي اساس الشغل بتاعنا، وبالايد العامله اللي كنا بنجيبوها من بره يعني. وبعد كده اعتمدنا على تعليم الايد العامله بتاعتنا، وهم تفوقوا عليهم بكل امانه. فالكومبوست بتاعنا وصل لدرجه اللي احنا بقى اعلى من اللي هم بيصنعوه بفضل من عند الله يعني. اهتمينا بالماده الخام. الماده الخام ده يعني اللي هو الروس المواشي اللي هو الاساسي في نجاح المنتج. انا لو دخلت ماده خام جيدة هطلع منتج جيد، دخلت مادة خام مش كويسة هطلع مادة مش كويسة بكل أمانة يعني. فأنا عايز أقول لك على حاجة. يعني أنا الناس اللي بتيجي تاخد الأسمدة أو المخلفات الحيوانية بياخدوها من الأراضي الزراعية أو بياخدوها من عند مزارعين. أنا بخاف جدا من نقل الأمراض من منطقة لمنطقة عن طريق الروس ده. كلام سليم 100%. طب مش ده اللي احنا بناخده منه، ده مش اللي احنا بناخد منه. ما خدش من الروس اللي هو بيبقى مضطرب تحت مواشي بتراب برمل. انا باخد الروس اللي هو المادة الخام بتاعتي من اللي هي البقر، اسف، المواشي اللي هي بتبقى حلوبة، اللي هي بتبقى متسفلتة. الارض بتاعتها لازم تبقى متسفلتة عشان اضمن ان ابعد عن حتة النماتودة اللي بتيجي لي من الرطش او من الطمل. السمنه العاديه بتاعت المواشي دي بيبقى فيها بنسبه 90% بيبقى لازم فيها النيماتودا وبذور والحشائش والطفيليات، اصرف عماله واصرف مبيدات، بيجيب لي مرض نيماتودا عشان اعالج المرض ده بيكلفني الوفات البنيهات وسنين والثمره ذات نفسها ممكن تصاب مني تقف للتصدير، قصص كتيره يعني. من عيوبها اللي هي الماده الخام اللي هي السبله اللي هي بتستخدم مباشر. انا بستخدم الماده المباشره دي في الاول واقعد بيها 3-4 شهور عندي، من اقل حاجه 3-4 شهور بعدي بيها مرايه بشتغل عليها طبعا. ده خالد الطباخ مدير التصنيع للكومبوست. تعالوا نتعرف منه على عمليه التصنيع بطريقه الاكوام المصفوفه وازاي بيستخدموا البكتيريا في انتاج الكومبوست الزراعي. باشمهندس انا عايزك تقول لنا هنا عمليه التصنيع بتتم ازاي عشان نضمن كومبوست امن ومش محتاجين رقابه من حد علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية التصنيع لازم أن تنعمل مصفوفات زي ما حضرتك شايف كده. طبعا لازم أن يكون نسبة الرطوبة بتاعتها مثلا بتتراوح من 35-40%. النسبة قلت لازم أن تدي مية وتقليد عشان البكتيريا تشتغل. فالبكتيريا تشتغل، فطبعا في كائنات لازم أن تتغذى عن الترطيب اللي هو المية والنفس. طبعا الكائنات دي فهي بتتنفس فلازم تتقلب. فطبعا بتتقلب كل اسبوع مثلا مره او مرتين على حسب يعني التقليب. كل ما بتقلب طبعا درجه الحراره بتوصل 70 او 75 فتدي ميه وتقلب تاني. تتقلب مثلا في الاسبوع مرتين لمده 4 اشهر. بتتعمل مصفوفات زي ما حضرتك شايف كده بالمكنه ديت، وبعد كده بتتعمل بالبضاره منتج نهائي. وبعد كده بتبقى يعني، فاحنا كده بتاكدوا ان النماتودا والحشائش طبعا ما فيش اي نماتودا واي حشائش في قلب المصفوفه عشان انا بوصل درجه حرارتها من 70-75 درجه. اسالك سؤال للناس اللي شغاله في المزارع بتاعتها وبتعمل كومبوست لنفسها. الناس اللي بتعمل كومبوست لنفسها، انت نصيحتك ليهم ايه؟ نصيحتي لازما الكومبوست لازما يتصنع بالمعدات اللي حضرتك شايفها ديت عشان طبعا العمليه عمليه تنفس وترطيب. لازم الكائنات ديت لازما تترطب، لازما تاخد ميه وتاخد هواء. اللي بيصنع نفسه ده اكيد بيصنع عامل كومه كده ممكن يقلبها بلودر كل مثلا اسبوعين كل ثلاثه، ما تنفعش برضه. لازم زي ما حضرتك شايف كده مصفوفات زي ما انت حضرتك شايف كده، والمكنه بتركب على المصفوفه وتشتغل،
وتدي ميه وتقلب. انما طبعا اللي بيعمل كمبوسه ده ما عندوش معدات، اللي مثلا ده اللي بيصلي على نفسه ما عندوش معدات، او مكوم شويه مثلا خام مع شويه قش مع بتاع وكامرهم، بيسيبهم مثلا شهر اتنين تلاته ويطلعهم يحطهم في الزراعه كده، برضو ما عملش اي حاجه كده، برضو هي المشكله زي ما هي. اختيار اسمده الكمبوست بشكل سليم يعني ما فيهاش امراض التربه او النبات المنتشره في مصر، بيحمي التربه والنبات وبيحافظ على ميه الري. وخلي بالكم مصر بتحتاج سنويا حوالي 30 مليون طن اسمده كومبوست، ومصانعنا المحترمه قادره تنتجها بشكل سليم وامن، لكن لازم نحذر من عمليات الغش ونراقب كل مواقع انتاج الكومبوست الزراعي. وكفايه اقول لكم ان بعض التجار بيعبوا التراب في شكاير ويبيعوه للمزارعين ككومبوست، تخيلوا. ده كان اخر فقراتنا النهارده في برنامج الجدعان، لكن قبل ما ننهي حلقتنا لازم نتكلم على شيء مهم جدا. صناعة الدواجن تواجه حاليا أزمة كبيرة جدا، والمزارع تغلق واحدة تلو الأخرى. الصناعة في خطر شديد جدا، ارتفعت كل مستلزمات الإنتاج، حتى العمالة رواتبها ارتفعت بشدة، وبالتالي رجال صناعة الدواجن مش قادرين يكملوا المشوار. عمليات الاستيراد تتم بدون أي إدراك أن هناك صناعة وطنية محترمة داخل جمهورية مصر العربية اسمها صناعة الدواجن، فيها 3 مليون عامل وفيها استثمارات تتجاوز 64 مليار جنيه، وهي أولى بالرعاية وأولى بالحماية، وبالتالي يجب أن ننظر ليها بشكل مختلف تماما. أهل صناعة الدواجن ينتظرون دراسات محددة لتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الإنتاج الداجني، ارتفاع أسعار الأعلاف على الإنتاج الداجني، ارتفاع أسعار كل مستلزمات صناعة الدواجن على الإنتاج الداجني. ينتظرون مبادرات حكومية، ينتظرون مبادرات من البنوك الوطنية لإنقاذ صناعة الدواجن. حتى الآن لا نجد مبادرة جادة لإنقاذ صناعة الدواجن المصرية، لدعم المربين، لتشجيعهم على الدخول في دورات أخرى لتوفير المنتج الداجني المحلي. صناعة الدواجن في أزمة كبرى، ده عنوان هتفتكروه خلال الأشهر القليلة القادمة، لأن معظم المزارع بتغلق أبوابها ومعظم الناس غيرت نشاطها، وده شيء غير مقبول. برجاء التحرك سريعا لإدراك ما الذي تعاني منه صناعة الدواجن، أو في وزارة الزراعة لبحث ووضع حلول حاسمة لأزمات صناعة الدواجن. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن ضرورة عمل دراسة اقتصادية ترصد آثار ارتفاع أسعار البنزين ومختلف المحروقات على أسعار المحاصيل الزراعية، وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية، يعني بنتكلم في الرز، بنتكلم في الذرة، بنتكلم في القمح، بنتكلم في البنجر، بنتكلم في القصب. الدكتور عز الدين أبو ستيت قال لبرنامج الجدعان خلال زيارته في الساعات الماضية لمحافظة ألمنيا، وهي زيارة مهمة جدا للوقوف على الأعمال المنفذة في مشروع العشرين ألف فدان اللي كلف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الزراعة، وكان هناك إشادة كبيرة بكل جهود القائمين على هذا المشروع الكبير جدا في المنيا، لا يتحول إلى نموذج للزراعة في غرب المنيا، وهي منطقة 1.5 مليون فدان، لمساعدة ودعم وإرشاد المزارعين في هذه المنطقة الواعدة في مصر. المهم الدكتور عز الدين أبو ستيت قال في تصريحات خاصة جدا ببرنامج الجدعان إن في دراسة حاليا بتجرى بالتنسيق مع وزارة التموين بالفعل لتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الصيف الحالي والموسم الشتوي المقبل، بأن تكون الأسعار مجزية لكل مزارع في مصر وتغطي تكلفة الإنتاج وتحقق التوازن ما بين مصلحة الدولة ومصلحة كل مزارع في مصر، وأيضا لم يغفل مصلحة المستهلك المصري. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، انتظرونا كل يوم خميس وجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2، كان معاكم محمد غانم.